مدينتنا بتاعتنا، لان احنا عملنا فيها اعمال رائعه واعمال يعني لسه الناس معجبه بيها جدا. طبعا. اكتر عمل ليكي ذكريات في داخل المدينه؟ لا، عملت اعمال كتير، عملت شارع جديد، عملت هدى شعراوي، عملت يعني اغلب الاعمال تقريبا. شايفه ان نقدر نستفيد اكتر من المدينه ازاي؟ لا يعني المدينه الحقيقه خساره ان كل الديكورات دي موجوده وما بيتصورش فيها دراما بقى لها حوالي 7 سنين، فانا يعني بتمنى انه يبقى في اعمال دراميه جميله زي زمان وتتصور في المدينه الجميله دي.